اللهم اكفنا كل الهموم، اللهم وارفع عنا كل الغموم، اللهم اشف قلوبنا من الأوجاع، اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. يقول الله: وتوبوا إلى الله أيها المسلمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. طيب أنا زنيت 20 سنة وضربت أمي وضربت أبوي وما خلى شيء، يجد الله غفورا رحيما. وبعدين يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بس بشرط: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. ارجعوا إلى ربكم وقولوا: إلهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كسيل، وليس لي إلا أنت، إلهي أريدك ولا أطيق، أحبك ولا أستطيع، تخطفني نفسي يا ربي، ويغرني الهوى، ويتخطفني الناس، فخذ بيدي إليك وانصرني على كل ما يشغلني عنك. يقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخيرا أقول: كلامنا مكتوب، الكلام التي نتكلمه والله كله مكتوب، كما قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلامنا مكتوب وعملنا محسوب، وغدا نحن أمام الله مطلوب. ليش غدا؟ ممكن الليلة، ممكن ملك الموت وراء ظهورنا واقف ينتظر ليأخذ روحنا. ولكن المشكلة أين؟ المشكلة عندنا ذنوب، المشكلة أننا لا نتوب. ما أقصى قلبنا بين القلوب، لازم أن نتوب إلى علام الغيوب، ونكثر من الصلاة والسلام على طبيب القلوب، لعل الله تبارك وتعالى يشرح صدرنا ونتوب ويجعلنا في جنات الخلود. أسأل الله العظيم ورب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك الله من جميع الخطايا والذنوب ونتوب إليك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم أسعدنا في الدنيا بطاعتك وفي الآخرة في جنتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب، ما من إله غيرك فيعبد، وما من إله غيرك فيحمد، وما من إله غيرك فيقصد. من لنا غيرك يا الله؟ من لنا غيرك يا رحمن؟ من لنا غيرك يا رحيم؟ اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا
تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا جاء ملك الموت لقبض أرواحنا، ثبتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأكتاف، اللهم ارحمنا إذا أدخلنا في المقابر، اللهم ارحمنا إذا جاء الطبيب وبكى علينا الحبيب وقلنا يا مجيب أجبنا يا الله. يا إله الأولين والآخرين يوم الدين، من ندعو وأنت الرب المعبود، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا رب، اللهم يا رب، الميتة لو كانت ضيفنا كنا أكرمناها يا الله، ولكن هي ضيفك وأنت أكرم الأكرمين وأنت رب العالمين وأنت رب المستضعفين. اغفر لها ذنوبها وكفر عنها سيئاتها واجعلها جارا لمحمد صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله يرحمها، الله يرحمها، الله يرحمها.